إذا للحديث عن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى أنقرة ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي التركي فراس رضوان أوغلو. سيد فراس، مرحبا بكم. زيارة ولي العهد السعودي إلى أنقرة، كيف ستنعكس هذه الزيارة غير المسبوقة على مسار العلاقات الثنائية بين البلدين الإقليميين؟ إلى أي حد تؤكد هذه الزيارة رغبة مشتركة من قبل الطرفين في تجاوز المشاكل المستحدثة؟ نعم، يعني مستوى الزيارة واضح أنه على أعلى مستوى، وهذا يعطي دليلا على أن العلاقات سوف تأخذ طابعا أكثر تعمقا، أظن أكثر انطلاقا. وأنا أتوقع أن من الناحية الاستراتيجية ربما سيكون هناك قراءات مشتركة بين الطرفين على المستوى الاستراتيجي خصوصا في المنطقة، وهذا يأتي بعد الحرب الروسية الأوكرانية، تطورات كثيرة في المنطقة، التقارب التركي الإقليمي ليس فقط مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية، وأيضا ربما مع إسرائيل في هذا السياق، وأيضا مصر أيضا نفس الخطة والطريق. أظن أن يعني تقدمات العلاقة بين الطرفين ستكون ثنائية ومشتركة، أظن في قراءة استراتيجية القائمة في مستوى الإقليم في الشرق الأوسط. سيد فراس، هل تعتقد كان على طاولة المباحثات الملف الإيراني؟ تعتقد ذلك سيد فراس؟ أنا أظن هذا الملف يعني فيه أمور مشتركة يعني تخص الطرفين بالتخلصات، تحديدا ملف النووي الإيراني. لا أحد أظن من الدول المجاورة يقبل ذلك. مجرد أن صرحت تركيا منذ فترة عدة شهور عندما قامت جماعة الحوثي بعمليات إرهابية في مناطق تتبع للمملكة العربية السعودية المدنية وغيرها، أعلنت تركيا هذه أعمال إرهابية، وهذا يعني أن الأعمال الإرهابية مهما قام بها سيكون إرهابي. هذه رسالة تعطيك انطباعا على أن نعم ربما تكتل سياسي يحصل الآن على حساب إيران في المنطقة. لذلك لاحظنا الفترة الأخيرة ردات فعل إيرانية قاسية في منطقة الشرق الأوسط، تحديدا في سوريا وفي العراق. سيد فراس، بعد انعقاد اجتماع طاولة مستديرة للأعمال والاستثمار بين تركيا والسعودية في أنقرة، كيف سينعكس أثر ذلك على الاقتصاد التركي في المستويين القريب والمتوسط؟ نعم، على المستوى القريب ربما تحسن التبادل التجاري، إعادة مستوياته الرفيعة، القوى الاقتصادية من ناحية السياحية أيضا سيكون واضحا بشكل مباشر. الأمور المدى المتوسط، هذه الشركات إلى ماذا؟ دعنا نعلم أن هناك كانت الصناعات الدفاعية، كانت السعودية أيضا مشتركة مع في عدة شركات من سيسان مثلا، وإذا زاد هذا الأمر أظن سيكون له نتائج اقتصادية بشكل كبير. سيد فراس، كما تعرفون قبيل ساعات من هذه الزيارة التاريخية أصدرت المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية بيانا شددا فيه على ضرورة دعم الجهود الضامنة لعدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. هل تعتقد أن الرياض تدشن حلفا إقليميا لمجابهة وصد النفوذ الإيراني في المنطقة، وذلك عبر قوى إقليمية عظمى مثل تركيا؟ هذا صحيح. أنا أظن الموضوع حتى ربما ليس مواجهة إيران، هو لتشكيل تكتل كبير سياسي أو أضف إليه ما شئت، اقتصادي حتى أمني، ضد فكرة أن تكون إيران دولة نووية. يعني هذه الدول كلها تقول سنجتمع كلنا ضد هذه الفكرة، يعني سيكون هذا ضد إيران في هذا الملف تحديدا. نعم. إيران متواجدة، يعني نفوذها في العراق، في سوريا، موجود في اليمن، موجود في لبنان، موجود. يعني هذا التكتل سيعطي رسائل كثيرة، ربما ضد هذا التواجد نوعا ما، نعم، لكن أنا أظن رسالة للموضوع النووي لديك إسرائيل، أظن هي جزء من هذا التكتل الآن. والولايات المتحدة الأمريكية سيد بايدن سيزور المملكة بعد فترة قريبة ليست بعيدة، إذا نعم الملف النووي هو الهاجس الأكبر الآن لكل هذه الأطراف.
ستكون تركيا ضمن الحلف أم أنها وسيط ما بين الطرفين، ما بين دول الخليج والشرق الأوسط وما بين إيران؟ يعني حسب الملف، إذا كنا نتكلم عن السلاح النووي أنا لا أظن أنها ستكون وسيط. إذا كنا نتكلم عن اعتداءات حوثية ضد الإمارات السعودية، لا، تركيا قالت يعني بيان في الخارجية صنفها على أنها أعمال إرهابية. هذا أيضا لا يمكن أن نقول أنه وسيط. الوسيط ربما هذا اندلاع مشاكل في أو حرب أو اشتباكات، وهذا أيضا يعني أيضا وجود الولايات المتحدة الأمريكية أظن أن تركيا ليس لها تلك القوة الرادعة، أظن في هذا السياق ممكن تطويق إيران نوعا ما في المنطقة أو إرجاع نفوذها لمستويات معينة تطلبها هذه الدول. سيد فراس، الشرق الأوسط يشهد حراكا دبلوماسيا غير طبيعي خاصة في الفترة الأخيرة، برأيكم هل يعاد رسم خطوط الخريطة الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، طبعا في ظل التعقيدات الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية وأيضا في ظل التجاذبات التي تشهدها الساحة العالمية؟ نعم، إعادة ترتيب خارطة الجيوسياسية والجيوطاقية إذا صح التعبير. يعني هناك الطاقة الآن هو أظن هو يعني المصدر الأول لكل هذه التغيرات السياسية الحاصلة. الكل الآن يبحث عن الطاقة في الشرق المتوسط، لأن الاتحاد الأوروبي يريد قطع اتصاله بالطاقة مع روسيا، وهذا يحتاج إلى وقت، ولا يمكن استخراج هذه الطاقة وقت مبدأ الخلاف. لابد أن يكون هناك وفاق، تعاون، تكامل اقتصادي، استثمار مالي، وأظن هذا كله متكامل بين كل هذه الدول في حال استخراج هذه الطاقة. من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي التركي فراس رضوان أوغلو، شكرا جزيلا لكم.